عسلام. عسلام لاباس؟ الحمد لله. هذا مين روحك؟ احمد من المنوب. مرحبا بيك احمد، شنو عم في حياتك؟ والله نخدم في معمل يصنع فلافل بويات وبانويات. شارك. قديش عمرك تو؟ عمري في اكتوبر ذي 21. سي بيان، 21 وما شاء الله عليك تخدم. يعني فما خدم في تونس؟ فما ما غير العباد تحب تخدم. يعني اللي يحب يخدم يخدم. يحب يخدم يالك، يلوج يالك، يتعب يالك. ما يشدش الدار ويبدا يضرب في النوم وامي يعطيني 2000 ويعطيني 3000 ولا بابا يعطيني فلوس. شنو اللي يخلي الشباب ما يحبش يخدم؟ اه؟ شنو اللي يخلي الشباب ما يحبش يخدم؟ شهري ما يرضاش بس 600000 ولا 550. يقول لك ليه نحب أكثر. يحب أكثر من أكثر ليه بابا؟ ماك ساعة أبدا بشوي بشوي، من بعد وربي يسهلك. ما تديرش عليها. فهمت؟ ساعة بكشي ربي هذاك بشوي فقك فيها خدمة. ما تعرف مش جاي نرقد في الدار ونفيخ وامي يعطيني 3000 وعطيني 5000 ونخرج مع نشرب في قهوه وكذا، فهمتني؟ ومن بعد يبداو يضحكوا عليك. ليه بابا ما خليش حد يضحك عليا انا؟ بس انك سوينك اذا صنت وسانك واذا خنت وخانك. صاحبك ذراعك خوك مكتوب. اختوك هذاك امراه سيء. ما عادش لفت لك حد. قديش عندك ملي تخدم؟ شكون؟ في الشركه هذيا؟ اي خدمه اول مره بديت تخدم قديش عمرك؟ بديت نخدم من عمري 9 سنين. يا مازلت صغير. 9 سنين لتو. معناها تقرا وتخدم. ما بطلت على القرايه وقت. 9 سنين؟ 10 سنين بطلت. علاش؟ كهو ذورو. خساره. ليه مرتحت منها. خاطر شديت في دومين وقتها خضره. كنتش هكا كي كبرت حسيت روحك ما كملتش قرايتك. خاطر دومين شنيا شديت في خضره والغله. فهمت مشيت في الريتم هذاك. بقيت كبرت باب في الريتم هذاك معناتها تبربست مع خويا اللي معناتها مشيت في الريتم خدمت. خويلك تلهو بيك من انت صغير. عندي خالي تلهو باي. وكي انت خرجت من القرايه ما فماش شكون من العائله هكايا قال لك لي كمل اقرا القرايه باهيه. كابتن وكاب. اما انا نحط من نخرج من. خاطر باش نعمل في مخي مش باش نعمل في مخهم هم. مخهم هم ما عندي باش نعمل. ما كنتش ترى في العمر هذاك انه هما كبار. ينجم يكون كلامهم هما الصحيح. شو المدير صح اقعد اخر المعلمين فهم معلمين يحبوني كذا لا. انا حاجه انك حاب نعملها نعملها حاجه كيفاش نبرد عليهم عشان انا ندور بها هجم. خاطر صغير برشا 10 سنين هذاك هو لازمك تتعلم الدنيا لازمك تطيح وتكروس. ما يجيش سوا انا وقت هذايا وقول لهم هي تعطيني 2000 واعطيني دينار. هو عندك الحق راهو في الحكايه هذه اما انك ما تكملش قرايتك ما عندكش الحق. ليه انا سخريت ومن بعد مش نوصل بها. سيلش لروحك خليها. ليه ما خليش نروح نشد الحيط من بعد ما نحبش شد الحيط. نحب نتمرمد من انا صغير. ما دخلش هذا في هذا راهو تنجم تقرا وما تخدمش بالقرايه اللي قريتها وتقعد لك اللي كنت ديك القرايه خاطرك انت تحبها القرايه ذيك. انا انت ما تحبش القرايه. انا حاجه فسخ مخ حاجه فسخ مخ ما شارش. مي قول لي الحقيقه صاروا لك مواقف تمنيت فيهم انك تكمل قرايتك؟ مش برشا عاد نضحك ونلعب طفي على الماء. اما توجعك شنو العباد ما تقفش معاك. العباد ما تقفش معاك. تقفش انت ومن بعد تسحقهم. تسحقهم ما تلقاهمش. يعملوا لك باب ولا يعملوا لك مشاكل واللي انت مشاكل هذيك ما عندك فيها حتى دخل برشا حاجه. وقت تطيح تمرض زاده مش تلقاه. سلت مرض مع معناتها قريب قويه في الدار قعدت قريب جمعه كابتن وكاب يسالوا واشرب دواك وش عامل وتلقاه ساعات الطفله تلقاه خير من 1000 راش. صديقه طفله تقصد؟ اي تلقاه خير من 1000 راش. عندك صديقات بنات؟ فهم معناها زيد الاولاد اتفقوا انه صديقه البنات خير من صديقه الاولاد. والله فهم تلقى خير من الفرا معاك 1000 راش ضحي معاك وبرش حكايه وحتى في دارك تضرب عليك وتوخرش وكي تبدا هكا ولا هكا ما تضربش عليك وتوخرش برشا حاجه. معناها ما لقيتش الحظ في الاصدقاء الاولاد؟ ما لقيتش برشا كعبتين وكعبه زاد لقيت كعبتين وكعبه قليل انا معينهم انا. اكثر واحد كان يشجع فيك على الخدمه من انت صغير؟ شكون؟ خالي هو مشجعني ديما معاه خاطر. خويلك ولا خالك واحد؟ خويلي زوز، أما الأكثر يا خالي. ديما مع خالي خاطر كبرت مع خالي كل شيء مع خالي. ديما مع بعض. حكي راسك مع بعض، مشاكل قاعدين نبيع مع بعض. توا شديت خدمة أخرى. خاطر ما هذيك ما عادش سيء، أنا ما عادش حاجة جبدت على جنب. توا خدمة شديت في الشركة. قداش عندك فيها؟ شركة تو برسك داخل 6 شهور. 6 شهور به. معناها ترى انه الخدمة هذه هي خدمة المستقبل اللي باش تكمل فيها ولا؟ اي مش كمل فيها. يعني سالير سافا عاجبك؟ الحمد لله. مرتاح خاطر في راسي مرتاح. كي نمشي ناخذ. أهم حاجة في الخدمة أنك تكون مرتاح قبل السالير. بالطبيعة. تبدا في بلاصة هذيك حاط فيها مخك مرتاح والناس كلها تحبك.
الناس كلها ترحم لك والديك، حتى في حومتك تمشي وبطلت خدمة هذيك ومثلا مخلي امك ولا يحكي كذا تمشي في الشارع ترحم لك على والديك خير من الف حكي، خاطر ما خاطر مش يدوملك حتى شيره، فهمت؟ مش يدوملك مكتوبك معب وذراعك، وهذاك ميزك تتعب عليه مزوز، تعب شالهم هذاك مزوز ما فما حد شايف شي في السيف. وشنو الحاجات اللي تحب تعملهم في حياتك؟ شكون؟ أكيد عندك هدف أهداف. أول حاجة نزل عمر لأمي، هذيك أول حاجة، ونفرح أمي، فهمت؟ برشا حاجات برشا. شنو آخر؟ برشا، فرح الطفلة اللي معاه. شنو الحاجات اللي تحب تعملهم؟ نعملهم بخلاف العمر لأمك. بخلاف العمر لأمي نفسي نعمل حاجة باش يعني تحب تعمل مشروع وحدك مثلا؟ ما نعملش مشروع، ما مش كمل في خدمة هذيك، أو ما نعرفهم شنو نوصل به، نعرفهم شنو نقدم. أحلامك كبيرة ولا بسيطة؟ عاد نعيش عشت اليوم وبكش غدا نموت، ما ندريش على روح بعد مرتوي، ما ندريش على روح، نخرج طاو نعمل قهوة ونتفرد كذا، كتبت لي حاجة غدا حياتها وتصير. عندك خويت ولا؟ عندي خويا أصغر مني، فهمتني؟ تنصح فيها كيا بما أنك أنت الكبير؟ والله لا مش برشا. قداش عمره هو؟ عمره 13، اصغر مني. انت بدك مازلت صغيره؟ مازلت صغيره، ما الدنيا علمت، الدنيا قرت، الدنيا دروس كل ساعه نتعلم، فهمت؟ خاطر لازمك تتعلم الدنيا هذي، ما تتعلمش ما تنجحش. برشا حاجات تعلم، ما تطيحش، ما تقومش، ما تعملش، ما تسالكش برشا حكايات، راك مش كش تعلم الدنيا هذي، وبشد الحيط راه ما ينفعكش الحيط راه. فهمتي؟ خاطر ما عادش يضحكوا عليك العباد. رغم وقفة خال خويلك معك ووقفة أمك، ما تحسش روحك مستحق للأب ولا؟ رغم وجوده؟ ديما ساعات نقول فيه. رغم وجوده معناها خاطر روحك؟ مش موجود. خاطر أنه حي نقصد معناها، حي ماهوش. حي أمك كل واحد واحد. سلام صحة صح. سيدي جا طلبته أنا ولد البارح. عيطت عليه هكا اللي بيك وينك شعام. هكا صباح الخير بالسلامة. أتي بارك أنا. يسأل عليك ولا؟ لا. جملة. جملة كان طلبته ولد البارح. طلبته قبل العيد بنهار. معرس ولا؟ معرس بمراخ. طلبته صغار؟ عنده ولاد وبنات. أما ما نمشيش بحذا. هذا أخوك اللي تحكي عليه؟ لا. هذا من الأم. أما ما نمشيش ما. فهمت؟ ما نمشيش بحذا. جابد روح. فهمت؟ يقولوا لي شبيك تصرف؟ شبيك تخرج؟ شبيك تدير شني؟ علاش بابا نقول له؟ ما جبتوني من جيبكم؟ من ذراعكم أنا جايب نصرف؟ فلوسي. فلوس انا وحر نخرج مع نحب ندور مع نحب نخرج مع البنات نحب عليها تخرج سنتي مع البنات نخرج مش ليه مش شكل البنات اما صحاب يعطيك الصحة صحابك باش تلقاهم وقت باش تحكي علاش تصرف في فلوسك على البنات لا جاوبي عليهم جايبين باش نصرف فلوسي على البنات جبتني شو بيك اما نخرج نفطر كذا برشا حاجة من حقك تبيع ليه يقولوا لك شبيك تعمل هيك ولا شبيك تمشي رحله وشبيك كذا حسدوك يا شاي شبيك شبيك ليه بابا نقول لهم راك مش تصرف علي راك يا ديفا ما راك مش تصرف علي قلت لهم قلت لهم مش تصرف علي راني انا تاع وانا جايبه بدري عيان انا تاع علي انا باش نعيش حياتي باش نعيش حياتي باش نعرف فلوس باش تمشي باش نوفر روحي كل شيء علاش 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 نخدم انا عندك الحق باش نخدم شد الدار ونقعد علاش مران بشد الدار ونقعد كيما ماكش تعمل في حاجات زايده كيما يعملوا فيها برشا عبيد لا نتكيف لا نشر لا نزط الحاشاك لا حتى شيء لا خليك هكا نخرج نعمل قهوه نتفرد عندي جماعه جروبي نضحكوا على ما كذا وقت باش نلمدوا تاك نعملوا قهوه ما فهميش انا قاعد في الدار حسيلو ميرسي ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى عاشك سلام